سؤال يأتيني، نروح على البيت نرجع مثل ما كنا، شو الحل؟ فعلا أكثر سؤال، نجي على الدرس نتألق، نرجع على البيت نعود كما كنا، شو الحل؟ عندي جواب، أنت بحاجة إلى حاضنة إيمانية، بدك سهرة مع مؤمنين، بدك نزهة مع مؤمنين، بدك صديق مؤمن. شو دليله؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بدك دليل ثاني؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خذوا هالقاعدة مني، بأي سهرة، بأي نزهة، بأي لقاء، بأي علاقة، الآخرون إن استطاعوا أن يجروك إليهم دعهم بنعومة طبعا من دون عنف، إن استطعت أن تجرهم إليك ابقى معهم، هذا الضابط، لعبة شد الحبل. أذكر إنسان بمدينة بسوريا يعني غارق بالخمر، مدمن خمر، فذهب إلى الحج وتاب توبة نصوحة والله قبل توبته، عاد إلى بلده، أصدقاء السابقين دعوا إلى سهرة، السهرة فيها خمر، قال أنا تائب، قال ما بجي، أجبروا إجا، حب واحد يتحدى، قال له شرب، قال له ما بشرب، قال له كم كلفتك حجتك؟ قال له 50,000، عليه 50,000، شرب، بعد 12 يوم توفاه الله شارب خمر. لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله، ولا تصاحب من لا يدلك على الله مقاله، صاحب ساحب. أخواننا الكرام، بدي أقول كلمة الآن للتربوية وخطيرة جدا، أنا معي دكتوراه بالتربية، الأب والأم والأخ الأكبر والأخت الكبرى والشيخ والداعية وخطيب المسجد، كل هؤلاء تأثيرهم بابنك 40% ورفيق السوء 60%. لازم تعرف من هو صديق ابنك. بعرف ببلد إسلامي في شخصان كلاهما مدرس تربية إسلامية، الأب والأم، وعندهم ابن ذهب إلى أفغانستان، هناك تم إعدامه بتهريب المخدرات، يعني بيئته أستاذ دياني أبوه وأمه كذلك مدرسة دياني، فلما ترك لرفاق السوء، بعيد مرة ثانية، الأب والأم والأخ الأكبر والأخت الكبرى والعم والخالة وشيخ الجامع وخطيب المسجد وأي جهة دينية، كل توجيهاتهم بيساووا 40% ورفيق السوء 60%. وكلمة خطيرة قلتها في أمريكا، كنت أقول لو بلغت منصبا ككلينتون وثروة كأونسيس أغنى إنسان بالعالم وعلما كأينشتاين ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. أنا بتحدى واحد يسعد ابنه شقي. مرة قال لي واحد يا لطيف ببلد عربي، قال لي والله يا أستاذ إذا بندعس ابني لأعمل مولد، ابنه عاق، ليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يغفر له. أخوان اعتنوا بأولادكم، بتحدى إنسان يسعد أبو ابنه شقي، ما بسعد. بتحدى إنسان يسعد أبو ابنه شقي، ما بسعد.